كفك إذا تستمر على الوضع الحالي، أنا أقول تخصص أفضل. الآن تخصص بحيث أنه يصير فيها شراكة، مثلاً تأخذ 40% والشريك يأخذ 60%، طبعاً أقل من 50% الشريك ما راح يرضى. يعني ما حد يرضى بالإدارة الحالية أن يكون المشغل ليس هو ويدير أموالي 50% من رصيد الشركة. أتصور عمله تقييم على 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 الشركة ومشاكلها والفلوس اللي عندها والذخيرة والحقول اللي عندها، مبلغ محترم يعني. وأدري أنا من تعرضوا فعلا، يوم عرضوا أول مرة، يوم عرضوا على تخصيص أوبك كوفبك، حقيقة أتتها شركات جعلتهم يشكون في الموضوع. المجلس الأعلى بدأ يشك بالموضوع، يقول إحنا هذه نعتبرها شركة خاسرة وشركة اسمها. هل كثر عددينا من 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 الشركات طمعانة في كوفبك، فخلاهم يترددون ويأجلون قضية تخصيص كوفبك. ولا أتصور أن عملية تخصيص كوفبك رابحة للذي يشتري أو يأخذ الحصة الأكبر فيها. ولن تخصص كوفبك بنفس الإدارة أو بالغالبية الحكومية أو اللي مطروحة حالياً.